وتنضم إلينا سيدة مي صايغ مسؤولة الإعلام بالاتحاد الدولي لجمعية الهلال الأحمر، جمعية الصليب والهلال الأحمر من بيروت. سيدة مي، نرحب بك معنا في النشرة. بداية، أهلا بك. مع استمرار القصف العنيف على غزة والذي دخل يومه 23، كيف تقيمون الأوضاع هنا خاصة مع نفاد الوقود الخاص بالمستشفيات وتحرك سيارات الإسعاف؟ نعم، بالفعل اليوم الوضع في غزة يعني كارثي بكافة المقاييس. الوضع الصحي، نحن شاهدنا زملائنا في الهلال الأحمر الفلسطيني اليوم منذ يعني 7 أكتوبر وهم يستجيبون لهذه الكارثة الإنسانية وهذا النزاع المسلح وتقديم كل الخدمات الإسعافية وكل الدعم المطلوب وتقديم مواد إغاثية والدعم النفسي والاجتماعي. ولكن اليوم حجم يعني الكارثة في غزة يفوق قدرة الهلال الأحمر الفلسطيني والسلطات المحلية على الاستجابة. نحن شهدنا كيفية اليوم فقدان الفيول، عندك هيدا يؤثر على عمل المستشفيات وعلى عمل الأطقم الطبية وعلى سيارات الإسعاف. بالأمس باليومين الماضيين كان عندنا أزمة غياب الاتصالات وشهدنا زملائنا بالهلال الأحمر الفلسطيني التحديات التي واجهوها، حتى الرقم المركزي 101 لتأمين سيارات الإسعاف ونقل الجرحى كان خارج الخدمة بسبب انقطاع التواصل. زملائنا في الهلال الأحمر الفلسطيني استخدموا الوسائل البدائية وقاموا بالاستماع إلى الصوت ومصدر الصوت والصورة ليستطيعوا أن يحددوا أين مركز القصف ليهرعوا إلى هذه الأماكن لإنقاذ الجرحى. كذلك وزعوا سيارات الإسعاف في مناطق جغرافية متفرقة للاستجابة لذلك، واستخدموا أيضا التردد العالي لـ VHF للتواصل مع طواقمهم وتأمين سيارات الإسعاف. الوضع المياه كمان هون تحب نوه يعني خطورة الوضع، لأنه المياه مثل ما بتعرفوا حضرتكم المياه مالحة بغزة وهذا بيتطلب وقود لتشغيل محطة تحلية المياه، ولكن يوم للأسف هيدا الأمر متعذر والبعض الناس عم يشربوا المياه يعني اللي عم تختلط فيها مياه الصرف الصحي لأن بسبب القصف اللي تعرضت لأنه البنى التحتية. هيدا الشيء كمان عم ينعكس سلبا عليهم وعم بعرضهم لمخاطر يعني انتشار الأمراض المنقولة عبر المياه. طيب سيدة مي، أنتم كلجنة دولية ما هي الأولويات بالنسبة إليكم حيال الوضع الإنساني في غزة، وما الخطوات المقبلة التي يعني تعكفون على القيام بها؟ نعم، نحن كاتحاد دولي لجمعيات الصليب الأحمر والهلال الأحمر مناشدتنا بالبداية حماية المدنيين والطواقم الطبية وتأمين وصول المساعدات الإنسانية إلى غزة. ما يدخل اليوم يعني حتى الأمس كان 84 شحنة مساعدات وهي نقطة في محيط الاحتياجات الإنسانية في غزة. نحن نناشد المجتمع الدولي بتسريع وتيرة دخول هذه المساعدات. الهلال الأحمر المصري مشكورا بكل جهوده على الحدود بالتنسيق مع الهلال الأحمر الفلسطيني لتأمين دخول هذه المساعدات، ولكن للأسف هي تسير بوتيرة بطيئة وتأخذ المزيد من الوقت في حين أن يعني وجع الناس على الأرض وحاجاتهم لا تستطيع الانتظار. نحن نتابع أيضا موضوع المستشفيات. كاتحاد دولي اليوم زملائنا بالهلال الأحمر الفلسطيني أطلق صرخة ونداء استغاثي لعدم استهداف المستشفيات. لقد تلقوا إنذار لضرورة إجلاء مستشفى القدس التابعة للهلال الأحمر الفلسطيني. هذه المستشفى هي التي تضم العديد من المرضى والهم على مكانات التنفس وفي أجهزة العناية المركزة والأطفال حديثي الولادة في حاضنات الأطفال، وهذه المستشفى تضم أكثر من 12 ألف نازح التجأوا إليها. نحن مناشدتنا أن يتم احترام قواعد القانون الدولي الإنساني وأن لا يتم استهداف المستشفيات والعاملين في المجال الصحي وكل المدنيين، وأن يتم تسهيل وصول المساعدات الإنسانية وأن يكون هناك عبور آمن ومن دون عوائق. طيب، هل ما نشهده اليوم في غزة يمكن أن يوصف بأنه فشل إنساني كارثي في ظل حصار عسكري ودخول ضئيل للمساعدات وقصف متواصل من جانب إسرائيل؟ نعم، للأسف اليوم المنظمات الإنسانية هي بتدفع ثمن فشل الجهود الدبلوماسية. اليوم المنظمات الإنسانية هي فقط بترد
يعني على الحاجات الإنسانية الماسة. نحن دورنا اليوم نساعد الهلال الأحمر الفلسطيني باستجابته لهالكارثة الإنسانية، ولكن للأسف غياب إرادة سياسية وغياب قرار سياسي إدخال المساعدات بوتيرة سريعة وحماية المدنيين وعدم استهدافهم يوم وعدم استهداف المنشآت الطبية، هذا بيتطلب وقت. ونحن يعني كدورنا ما بنقدر غير نناشد المجتمع الدولي اليوم أنه لا يأمن عدم استهداف المستشفيات ويأمن حماية المدنيين وتخفيف هذه المعاناة الإنسانية على اليوم الناس في غزة. طيب في أي سياق نضع التحذير الأونروا من انتشار الفوضى في قطاع غزة بعد نهب مستودعاتها في القطاع؟ نعم، يعني للأسف هيدا الشيء عم يحدث اليوم، بس كمان بدنا نفهم السياق اللي عم بيصير فيه هيدا الموضوع، لأنه الناس لتوصل لهيدا المرحلة هي وصلت لمرحلة من الجوع، وصلت حاجاتها الإنسانية غير ملبات، وهيدا البطء اللي تحدثت عنه بوتيرة دخول المساعدات الإنسانية هو جزء منه بسبب هيدا الموضوع. يعني اليوم الناس صار لهم من 7 أكتوبر عفواً هن بحالة تحت النزاع المسلح، وكان بالسابق يدخل نحو 100-400 شاحنة مساعدات إنسانية، اليوم هن عم يدخل لحديت هلأ صار داخل 84 شاحنة. فتخيل أنه قساوة المشهد، يعني اليوم والحاجات الإنسانية الماسة، الناس الأسر اللي عندها أطفال اللي بدهم يأكلوا اللي بدهم أدوية، فهيدا للأسف اليوم يعني كان نتيجة ما شاهدناه اليوم من استهداف مراكز الأنروا ومستودعاتهم. طيب في حال التوصل لهدنة ووقف إطلاق النار بين الطرفين وتبادل الأسرى، هل نتوقع أن يكون معبر رفح مفتوحا بصورة دائمية أو هكذا ما يؤمل؟ نعم، نحن بطبيعة الحال أملنا أنه يصير وقف إطلاق نار، أملنا أنه يضل وتيرة المساعدات الإنسانية تزداد إلى غزة، أن يتم هذا الأمر بشكل مستدام، يعني مش أنه نشهد دخول بعض المساعدات ويرجع يتم إغلاق المعبر. يعني هذه مناشدتنا نحن كشبكة دولية متألف من 191 جمعية الصليب الأحمر والهلال الأحمر، بنناشد كل دول وعواصم القرار أنه يكون هيدا الدخول للمساعدات مستدام والرد على حاجات الناس اليوم بغزة بأسرع وقت ممكن. نعم، سيدة مي صايغ مسؤولة الإعلام بالاتحاد الدولي لجمعيات الصليب والهلال الأحمر، كنت معنا عبر سكايب من بيروت، شكرا جزيلا لك.